بإرادة الله تعرف المستحيل، يفجر المصريون يا نبيع الأمل من خلال مشاريع قومية عملاقة تهدف في الأساس لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية، فضلا عن توفير منتجات زراعية آمنة وتوفير العديد من فرص العمل. طريق الألف ميل تخطوه مصر بخطوات تسارع وتسابق فيه الزمن لتعيد صياغة المستقبل بتحقيق الإنجازات. فالمشروع القومي للصوبات الزراعية والتابع للشركة الوطنية للزراعة المحمية يستهدف زراعة 100,000 فدان لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير أكثر من 300,000 فرصة عمل. وهنا يمتد أحد روافد المشروع القومي العملاق بمدينة العاشر من رمضان بمساحة إجمالية تقدر ب4,100 فدان، أنشئ عليها أكثر من 600 بيت زراعي والمستهدف الوصول ل900 بيت زراعي، فضلا عن الزراعات المكشوفة بأنواعها المختلفة. اعتمادنا الأساسي كله على العمالة المدنية في هذا المشروع. المشروع يا فندم هنا عبارة عن جزئين اتنين، الزراعات المفتوحة دي بيتواجد فيها المستجدين فيها بزراعة الفواكه زي البرتقال اليوسفي التين الأسباني، ثم عندنا الموالح، عندنا المانجو وعندنا الليمون، ثم عندنا بقى اللي هو الجزء الاساسي بتاعنا اللي هو الزراعات المحميه اللي موجوده في الصوبات الزراعيه. بننتج جميع انواع الخضار هنا، بنقدر ننتج الخضار على مدار العام بالكامل، نسد به الفجوه الغذائيه. الحاجه دلوقتي اصبحت من عليها بحيث ان هي تبقى موجوده عندي على مدار العام بالكامل. صوبات زراعية حديثة بتكنولوجيا متطورة تفتح مجالا خصبا لتنامي الرقعة الخضراء، وتعمل على ترشيد استهلاك مياه الري بأكثر من 40% من الزراعات المفتوحة، وإنتاجية توازي 4 أضعاف الزراعات العادية. بالنسبة للإنتاجية تعتبر 3 أضعاف الزراعة المكشوفة اللي بره، لأن هنا الإنتاجية احنا بنوفر للنبات كل احتياجاته من تهوية، من درجات حرارة مناسبة، من تسميد، من مكافحة، من طرق الري، كل حاجة هو النبات محتاجة بنقدر نحن نوفرها. ألوان زاهية تخطف الأنظار لثمرات متنوعة بجودة فائقة تعظم من القيمة الإنتاجية لسد احتياجات السوق المصري مع تصدير الفائض منها. احنا بنستلم الشتلة جاية من المشتل، طبعا بتبقى جاية باسلوب معين بحيث يحميها من الحشرات ومن اي اصابة. باجي استلمها هنا من الصوبة، بنبدأ عملية الزراعة. طبعا الارض بتبقى متخمرة كويس قبل الزراعة، وببدأ ازرع على مسافات، هنا مزروعة على مسافات 50 سنتي رجل غراب. تمام، بيبدأ موسم الانتاج بعد 3 شهور تقريبا من الزراعة، وبيستمر موسم الانتاج 7 شهور. معدل الانتاج تقريبا للصوبة 80 طن. شبكة ربط تغذي البيوت الزراعية من خلال محطة للأسمدة، والتي تتحكم في نسب عناصر السماد المطلوبة بمعدلات آمنة. بنحدد من هنا كمية الوقت اللي احنا نخش في الصوبة، عدد التنكات، انهي تنك اللي احنا نخش فيه، الوقت، المية قبل التسميد، المية بعد التسميد، الاي سي والبي اتش، اي حاجة احنا متعلقة بدرجة الحرارة متعلقة في الصوبة يتم تحديدها على الشاشة بالضبط، وبنعمل اوكي، نعمل ستارت. اول ما نعمل ستارت كل حاجة بتروح هناك في الصوبة اوتوماتيك. بعد الانتهاء من جني الثمار تبدأ مرحلة جديدة في محطة الفرز والتعبئة، تبدأ بغسل وفرز وتفيف الثمار ثم تعبئته بأعلى معايير الجودة العالمية. وبطاقة تخزينية تقدر ب800 طن يوميا يبشر العاملون بمحطة الفرز والتعبئة أعمالهم من خلال منظومة عمل دقيقة تضم مراحل عدة. المنتج بيخش على الخطوط، بتبدأ المشتري فتستلم المنتج من ثلاجة الاستقبال، وبتعمل له عملية تدريج على حسب المصفى اللي احنا قايلين لها عليها أو على حسب العميل مطالب. تبدأ تعبي المنتج وتدرجه درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة، وتستبعد المستمر الغير قابلة للاستهلاك الآدمي خارج الخط خالص. بنستلم البرنيكة بنفرزها على حسب المواصفات المطلوبة، طبعا المواصفات المطلوبة كجودة، بنطلع المنتج بنتم تفرزته وتعبئته، وبعدين بنطلعه على السر المنتج النهائي اللي هو السر تالت. ويوما بعد يوم ينتقل قطار التنمية في مصر من محطة إلى أخرى، يسير وفق استراتيجية طموح تسعى لبناء المزيد من التجمعات الزراعية بميزة تنافسية وبأعلى المعايير الدولية لتحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة. أحمد سعد الدين، النيل.